15 دقيقة أو 16 دقيقة ماتش الأهلي والعين الحقيقة، والحقيقة الأول 16 دقيقة الأهلي عامل ماتش يعني ما حصلش. يكفي إن أقول لحضراتكم ثلاث فرص مؤكدة انفراد ضاعت من الأهلي. الأهلي مسيطر تماما رغم إن طبعا فريق العين فريق كبير جدا جدا لا يستهان به، ولكن أنا كمتابع يعني شوية ببقى عندي قلق لما يبقى فيه كل الفرص الضائعة دي من الأهلي وبعدين تيجي كرة مرتدة ولا حاجة يعني لا قدر الله وتدخل جول. معي صديقي وزميلي الناقد الرياضي الكبير استاذ عصام شلتوت. استاذ عصام اهلا وسهلا بيك. انا يا استاذ، ازيك يا صديقي العزيز؟ وحشني يا استاذ الاساتذه. ربنا يكرمك والله، وانت كمان اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ال 16 او 17 دقيقه دي ايه رايك؟ كنا مخوفيننا قوي من العين. طبيعي ان الناس تدي فريق اسيوي بطل، خاصه ان البطوله منتزعه من النصر والهلال المدججين بنجوم غوالي، وبالتالي اكتسب بسمعة لا بأس بها مع مدرب جريء الحقيقة الأرجنتيني كريسبو كما كان لاعبا يعني، ولكن في الآخر العين لا تعلو على الأهلي يعني. طيب في ظل الحاجات دي احنا الأهلي عودنا لما بيفضل يهجم كده ويضيع أحيانا الفريق اللي بيضيع كتير بيتعاقب يا كابتن. لا هو بس احنا يعني حتى كولر باين عليه ان هو مركز ولاعبته في انه الفرص لا تاتي بالسهل في المباريات الكبرى، عشان كده زعل على الفرصتين اللي ورا بعض، وبالتالي نامل ان لاعيبه الاهلي يميزوا بين اللعب الجماعي وبين حاجه كل واحد انه يكون جالب النص يعني، واعتقد ان هم عندهم من الخبرات اللي يخليهم يوصلوا للمساحه دي. معاك حق طبعا، وبالذات حسين الشحات وامام عاشور الحقيقه يعني بيحتفظوا كتير قوي بالكوره وكده. تتوقع ايه يا كابتن؟ ده يعني حتى الان اللعب بيمشي بصوره تقول ان الاهلي اكثر تركيزا، وان العين حتى الان ما لعبش اللي المفروض يكون دي خطته للعب. هو بيحاول يعني يسيطر على الهجوم الاحمر وامتلاك نص الملعب، لكن هيلجأوا بعد شويه طبقا يعني لمشاهداتي الدائمه للكره العربيه وللفرق الكبرى تحديدا للعب الطويل، وده بقى اللي لازم زي ما انت قلت لعيبه الاهلي تخلي بالهم ان بيلعبوا واحده بس لسفيان رحيمي، والكاكو اللي جنبه ده ينطلقوا بيها يعني ورا الدفاع. نامل ان دي ما تتعملش مع النادي الاهلي يعني. اشكرك شكرا جزيلا كابتن، اسف قطعتك من الماتش، اتفضل يا فندم. شاكر فضلك، متشكر الحقيقه يعني. في اظن ان استاد القاهره يعني شكله حلو قوي قوي الحقيقه، وفي على الاقل 3000 اماراتي الحقيقه حاضرين.